لمزيد من المتابعة ينضم إلينا السفير صلاح حليم مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية سيادة السفير، لقاء اليوم يأتي في إطار دور مصر الريادي لإيجاد حلول ناجزة لأزمات المنطقة، كيف ترى تلك الجهود؟ واضح أن هذه الزيارة في إطار تلك الجهود تكتسب أهمية بالغة، لأن السودان يمر بمنعطف تاريخي، هناك صراع يدور في العاصمة وصراع آخر يدور في الولايات المختلفة في حوالي 5 ولايات. لا شك أن هذا الصراع استمراره يهدد أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، ولا هناك سيط أيضا على دول الجوار وخاصة مصر، سواء كان ذلك تلك التداعيات أمنية أو اقتصادية أو سياسية أو إنسانية. لا شك أن هذه الزيارة بتأتي في إطار العلاقات الوثيقة اللي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ومتعددة الروافد، سواء كانت خلال ثوابت الجغرافيا أو وقاع التاريخ أو الوشائج الاجتماعية أو العلاقات الثقافية، ثم رابطة مياه النيل وأيضا البحر الأحمر، وهي في مجملها تؤكد على أن الأمن المصري والأمن السوداني وجهان لعملة واحدة، الأمن بينهما متبادل، أيضا المصالح مشتركة تجمعهما في إطار استراتيجية شاملة كاملة في كافة المناحي. نعم. المرحلة التي يمر بها السودان الآن في ظل تلك الزيارة بتأتي أيضا على خلفية مبادرة دول جوار السودان التي طرحتها مصر والتي استبقتها بكثير من الجهود والاتصالات، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المتعدد، سواء كان ذلك مع دول الجوار أو الدول المعنية بالشأن السوداني على المستوى الإقليمي والدولي، أو بالتجمعات الإقليمية والدولية مثل الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة. وجاءت بعد ذلك مبادرة دول الجوار التي طرحتها مصر، خاصة بتنسيق وتشاور مع جنوب السودان وبعض دول الجوار الأخرى، ووضعت رؤية مشتركة فيما يتعلق بالمسارات المختلفة ليكون حل الأزمة جذريا وشاملا بالتطرق إلى مسار الأمن العسكري لوقف إطلاق نار كامل وشامل، وأيضا مسار إنساني يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لهذه المساعدات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، ثم أيضا مسار سياسي شامل يتعلق بمؤتمر يجمع كافة الأطراف السودانية المدنية دون إخفاء إلا المؤتمر الوطني المعروف، وبالتالي يتوصل إلى هياكل انتقالية ومرحلة انتقالية تعقبها انتخابات، على أساس أن المؤسسة العسكرية أيا كانت مكوناتها بتنأى بنفسها عن العملية السياسية والنظام والحكم السياسي. من هنا تبدو أهمية تلك الزيارة، خاصة أنها أيضا بتتطرق في النهاية. سيادة السفير، بالحديث عن هذه الزيارة، هناك رسائل عدة حول هذه الزيارة، ما هي أهم هذه الرسائل التي تحملها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى كل أطراف الجانب السوداني؟ أولا بتؤكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه واستقلاله وعدم التدخل في شأنه الداخلي، أن يكون هناك حلا سياسيا شاملا، يؤكد على شرعية النظام القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، وأن هناك رؤية وخريطة طريق اتفق عليها الجانبان للتوصل إلى تسوية الأزمة السودانية على مراحلها على محاورها المختلفة التي أشرت إليها، وكان هذا واضحا في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا، وواضحا في حديث الرئيس البرهان عندما أشار إلى أن الجيش ليس له مطمع في السلطة، وإنما هو يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار ومرحلة انتقالية يتم بعدها انتخابات حرة ونزيهة تتولى السلطة مدنية الحكم في البلاد. أشار أيضا إلى أن وضعية الدعم السريع هو مجرد ميليشيات انقلابية طامعة في السلطة وضرت كثيرا بالشعب السوداني وبالسودان ومؤسساته وكيانه، وأنه ماضي في طريقه نحو تحقيق الأمن والاستقرار في إطار من التعاون والتضامن مع مصر ومع دول الجوار في إطار المبادرة التي طرحت
والتي ستتخذ أعتقد عند التنفيذ من منبر جدة أساسا ومنطلقا لها، على ضوء أيضا آلية تنفيذ مبادرة دول الجوار من خلال وزراء خارجية الدول الجوار السوداني التي انعقدت في تشاد، ووضعت خريطة طريق لهذه المحاور الأربعة، ومنها أعتقد ما تم التوافق عليه في هذه الزيارة. وأكدت مصر مرارا وتكرارا إلى عدم الدخول في الشؤون السياسية والداخلية لدولة السودان، وأن الشعب السوداني هو وحده من يقرر مصيره. أشكرك شكرا جزيلا السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.